مجانات الأصايل المتواصلة بعطاءاتها بقوتها بإثارتها واندفاع مع المركز الأول في هذه اللحظات مع الدكتورة. نبدأ في هذه اللحظات نداؤنا مع الدكتورة المسيطرة على المركز الأول وانطلاقتها القوية. يقدمها حمد بن خويتم بن بخيت العامري. أم هنا يأتي التعديل في هذه اللحظات بأنها ناصية. نعم ناصية مع المركز الأول اللي نصت الفوز والناموس. شعار الفلاح غني وقدير عن التعريف. مع المركز الأول مع ناصية. مقدم ناصية في هذه اللحظات ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. النقلة إلى المركز الثاني ليأتي دور حربة مع المركز الثاني المعلنة عن حربها من أجل الناموس. الملكية لبطي بن سالم بن سلطان السبوسي مع المركز الثاني في هذه اللحظات. نقلتنا إلى المركز الثالث وتصل في هذه اللحظات مهمة مع المركز الثالث قادمة بشعار حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري مع المركز الثالث وشعار طيار الوثبة عبد الله بن عيد المنصوري. من قدم لنا مياسة مع شوط المحليات الأصايل الأول وكانت حاضرا مهمتها في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا الدكتورة من أذعنا ونادينا عليها كانت مع المركز الأول من خلال الغلط الوارد في جال. لتأتي الدكتورة مع المركز الرابع حمد بن خويتم بن بخيت العامري في هذه اللحظات مع المركز الرابع. وخامس المراكز نداؤنا يتواصل بانضمام شعار بن بيشان مع جميل فهيد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. ووصلت ندى القادمة بندائها ومع قطرات الندى الباكرة والمبكرة في هذه الأجواء الباردة الصباحية الجميلة. ندى لراشد بن عبد الله بن محمد النعيمي. نقلتنا إلى أحد المراكز القادمة من تحمل الرقم 20 مقدما لحرير. نقلتنا إلى ذلك المركز الذي يحظى اللي هي الريم هي القادمة في هذه اللحظات. وحمد بن سعيد المطوع الخيارين ينضم في هذه اللحظات مع الريم. والمضمر محمد بن ناصر بن شافي القحطاني متابعا للريم منطلقا مع الريم. بينما نقلتنا إلى المركز التاسع من تحمل الرقم 23 في هذه اللحظات وتقدمت بشعار حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مقدم لشعاره مع المركز التاسع. وعاشرا نداؤنا لإعلان وحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي. هكذا هو النداء ونداؤنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمعلنة عن تواصلها في هذه اللحظات وفي هذا الصباح. إذا متابعينا الكرام كل مكان على مسامعكم العشر المراكز الأولى وسوف أعلن عن أسماء قادمة أيضا بكل قوة سوف يكون لها حضورها القوي في هذا اليوم. العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة هذا الشوط وإلى اللي مسيطرة ناصية. يا ناصية يا سلام، ناصية الفوز والانتصارات والنواميس. ناصية ناصية مقدم ناصية في هذه اللحظات ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. نقلتنا إلى المركز الثاني ب
بينما نقلتنا على المركز الثاني في هذه اللحظات قادمة مع شعار بن بيشان المقدم للشايق حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. بينما المركز الثالث اللي غيرت واحتلت هنا الدكتورة حمد بن خويت عامري المركز الرابع في طريقها إلى المركز الثالث مع الجانب الآخر انضمام من اختصار عبد الله بن راشد بن محمد الزكيب المري 1500 متر. يا اخواني يا متابعين يا مراقبين المركز الرابع اللي وصلت ندى راشد بن عبد الله بن محمد النعيمي. المركز الخامس الشعار الاقتصادي يتقدم مع منصورة سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. تحركت الامور وتحرك طيار الوثبة في هذه اللحظات مقدما لمهمة القادمة مع حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري واعلان آتية لحمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي. الامور بدأت تتحرك في هذه اللحظات ولكن ارى شيء خطير يقترب مع الظبي لمحمد بن فاران بن عتيق المري ونسيم لعلي بن سلطان بن رشيد. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط وغيرت مهمة غيرت مهمة انتزعت المهمة في هذه اللحظات سيطرت على مهمة الناموس على مهمة المركز الأول يقدمها حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري. طيار الوثبة يمن النفس أن يخطف النقطة الثانية وأن يخطف الناموس ما زالت مسيطرة مع المركز الأول في هذه اللحظات. ولكن المركز الثاني المركز الثاني القادمة مع الدكتورة حمد بن خويت بن بخيت العامري وتقدم في هذه اللحظات بن قريع متقدم مع الظبي محمد بن فران بن عتيق ومنصورة لسعادة فرج ابن حمود الظهري يتقدم. ولكن العودة الى المركز الاول الى الصراع الى الدكتورة الى مهمة الى منصورة الى الظبي الظبي والدكتورة واللحظات الاخيرة. ولكن منصورة 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 الشعار الاقتصادي شعار النواميس شعار الفوز سعادة فرج بن علي بن حمود من يخطف الناموس. تهانينا لك يا بن حمود لسعادة فرج بن علي بن حمود مع الشعار الاقتصادي الذي لا يعرف إلا النواميسي والانتصارات والمضمر راشد المشايخ أيضا من قدمها ورافقها مع هذا الشعار الاقتصادي الكبير. المركز الثاني اللي وصلت في من تحمل رقم 17 هنالك الدكتورة حمد بن خويتم بن بخيت العامري. المركز الثالث الظبي محمد بن فاران بن عتيق المري. المركز الرابع نسيم لعلي بن سلطان بن رشيد الكتبي. المركز الخامس مهمة لحمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري. إذا متابعينا الكرام في كل مكان 9 دقائق 32 ست أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لمنصورة شعار يعرف الانتصارات جيدا شعار سعادة فرج بن علي بن حمود الظهري ليقدم له هذه الثانية الصباحية الجميلة مع شوط المهجنات الأول 9 دقائق 33 بدون أجزاء من الثانية. التوقيت الزمني للدكتورة تهانينا لحمد بن خويتم بن بخيت العامري على هذا الفوز 9 دقائق 33 جزئين من الثانية. توقيت الظبي لمحمد بن فاران بن عتيق المري الفائز معنا في المركز الثالث. إذن متابعينا الكرام